خلينا نقول تحيا مصر ونقول خبر عاجل، الحمد لله وصول العمال المصريين إلى أرض الوطن، وصول العمال المصريين اللي كانوا محتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن، وصول العمال اللي كانوا محتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن. يا جماعة وطمنونا، النت واللايف كويس ولا في مشكلة؟ كان في ناس بتقول بيقطع وأنا ما بصدقش، فبرضه طمنونا لأن ممكن يكون من عندهم، لأن أتوسم إنهم لقمة يعني. فعايز أحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحيي المخابرات المصرية العظيمة اللي دايما بتثبت انها صقور لا تنام، وقواتنا المسلحة الباسلة احنا قوة لا يستهان بيها. واي كلب كان بيتكلم، وانا كنت بتابع الاخبار ومحروق، اي كلب كان بيتكلم ويقول لك العمال اللي بيتبهدلوا، اقسم بالله مصر قادرة انها تخش في العمق الليبي في اقل من ساعة، ومصر قادرة انها تجيب الواد ابيدة من افا امه كده من اثيوبيا. ولكن نحن نترك السياسة لأهل السياسة ونثق في رئيسنا العظيم، وعارفين ان احنا معاه في ايدي الامينة. مبروك يا مصريين، وصول العمال الغلابة المصريين اللي كانوا محتجزين في ليبيا الى ارض الوطن منذ دقائق. خلوا الدنيا بحالها نتعلم من الفراعنه، هاموا هدوا ياما اتحدوا عدوا المستحيل، سنة التاريخ ولادها للناس دي ليها لعنه، هلفوا لا تشيلوا بلادنا واسمك تتنشيل. وخلوا الدنيا بحالها نتعلم من الفراعنه، هاموا هدوا ياما اتحدوا عدوا المستحيل، سنة التاريخ ولادها للناس دي ليها لعنه، الرايه تفضل عاليه وبلدنا تفضل غاليه، يقدر يسيبها ملناش غير أم الدنيا عشان عارفين قيمتها. طب يلا بينا بقى نسبق السنين ونخلي اسم مصر يبقى في الساحات، مستحيل البلد دي واحدة مرتاحين نخسر عشانها عمرنا من غير حساب. طب يلا بينا بقى نسبق السنين ونخلي اسم مصر يبقى في الساحات، مستحيل البلد دي تعرفوا. بس المصري دايما في كل مكان هو استثنائي. عايز كل اللي في اللايف بعد اذنكم، كل اللي في اللايف يكتب تحيا مصر عشان خاطري، كل اللي في اللايف، لان انا دمي محروق ليا يومين من القنوات الوسخه اللي شغاله تقول لك العمال وجايبينهم واقفين على رجل واحده وقله ادب ومسخره. الحمد لله يا رب العالمين. النهارده كنت بسمع السفير حسام زكي الصبح على قناه العربيه وقال على بالليل هيكونوا في بيوتهم، وفعلا ما يقولش كده مندوب مصر الدائم الا لو كان عارف ان هو في دولة قوية ودولة استثنائية، لان المصري دايما استثنائي. ارجوكم نسمع انت استثنائي يا مصر يا عظيم، ارجوكم ونكتب تحيا مصر، نكتب تحيا مصر لو سمحتوا، كلنا في اللايف نكتب تحيا مصر، كلنا نكتب تحيا مصر قبل ما نروح لأخبار النادي الأهلي. ولا انت عارف انك انت غير اللي بخط سير تمشي له مشاوير، انت مين بتحب نفسك بس وغيرها مفيش، ولا اللي عشان الناس دايما يعيش زي السحاب كله مطر وخير، انت مين متردد في الحياة بين البنين، ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين، قلبك كريم ومحدد الطريق، التاريخ نوعين، ناس بتأثر وناس متفقين.
لمعت النجوم بتبان في عينيك، انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعليك، انت اللي عمره ما لحظه خاب، انت اكتشاف ويمين يقدر عليك، انت احلى حاجه فيك كلها. أفادت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ نصف ساعة بوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن قبل قليل، وجرت اتصالات مصرية مكثفة لإعادة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق في وقت سابق آلت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى مجموعة من العمالة المصرية وتعذيبهم بطريقة مهينة. وقالت الوزارة في بيان أن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وأضافت أن الأجهزة تمكنت أيضا من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام. ولفت البيان إلى أنه تم التعرف على العمالة المصريين المجني عليهم في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، إلى أن أعلنت مصر منذ قليل الإفراج عنهم ووصولهم إلى أرض الوطن. والرئيس عبد الفتاح السيسي يطمئن بنفسه على صحتهم ويكلف رئيس الوزراء وكافة أجهزة الدولة بعمل اللازم إلى وصولهم إلى أهاليهم غانمين سالمين. لما يكون عندك رئيس قوي مش بالبق ولا بالفنجرة لا بالفعل، فتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وتحية للدولة المصرية.